حياتنا اللي بنعيشها أحيان كتير بنعيش فيها دور الضحية، ده لأن الظروف بتوقعنا في الناس الغلط، وأحيان تانية بنقع في الناس الصح بس بعد فترة كبيرة جدا. ساعات الحقيقة بتكون قدامها ومش شايفينها، وساعات تانية بتكون الحقيقة قدامنا ومش عايزين نشوفها. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج صاحبة رأي، معاكم ريهام تهامي، والحلقة النهاردة استكمالا للرحلة اللي بدأناها في الحلقة اللي فاتت، رحلة الحصول على النفقة الزوجية. الحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم عن الزوجة الضحية اللي الظروف وقعتها في الشخص الغلط، لكن النهاردة مع الأسف من خلال مشاكلكم اللي بتبعتوها لي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على صفحتي الرسمية الإعلامية ريهام تهامي، في مشاكل كتير جدا الزوج هو اللي فيها المبني عليه. هنستعرض المشاكل اكيد وتعرفوا رايي فيها، بس احب ارحب الاول بضيفي اللي موجود معايا في الاستوديو اللي هيشاركني الراي، الاستاذ احمد العطار المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدوله والمتخصص في القضايا المدنيه والعماليه وشؤون الاسره. اهلا بحضرتك. اهلا بك يا فندم. اهلا بك يا استاذ ريهام. كل سنه وحضرتك طيب. وانت بصحه وسلامه يا فندم، ربنا يعزك. رمضان كريم. وانت الله اكرم. معانا مشاكل كتير، مستعد؟ ان شاء الله. جاهز؟ جاهز ان شاء الله. قبل ما اعرض المشكله الاولى عايزه اعرف رايك، شايف دايما موضوع النفقه الزوجيه الزوج هو اللي مظلوم ولا الزوج؟ والله بتختلف زي ما حضرتك قلت كده في البدايه، على حسب. ساعات بنعيش دور الضحيه فعلا. بالظبط. ممكن هي بتبقى وقعت مع الراجل الغلط، والعكس صحيح، ممكن يبقى الراجل وقع مع الانسان الغلط. بس ساعات بتكون الحقيقه قدامنا ومش شايفينها زي ما قلت، وساعات ما بنبقاش عايزين نشوف. ده حقيقه. يعني من خلال اللي هنعرضه النهارده في الحلقه اكيد هتقول لي امتى بنكون بنشوف الحقيقه وامتى بنتعمد ان احنا نخفيها وما نشوفهاش. ان شاء الله هحاول. طيب، المشكله الاولى معانا لزوج من محافظه المنصوره. مع الاسف بيعمل عمل حر وتزوج من جارته، وبعد شهور من الجواز خناقة عادية مشادة بين الزوجة بسبب النظافة بتاعت البيت. تمام. زي أي زوجين بيختلفوا مع بعض، مشكلة تافهة وجهة نظري، لكن طبعا الزوجة بتحكي كل أسرار البيت لأهلها من خلال الواتساب والسوشيال ميديا ومواقع التواصل. جه الأب اللي هو حمى الزوج وقال له مالكش حكم على بنتي، وطلب من بنته تسيب البيت وراحت قعدت عند باباها ورفعت دعوى نفقه رغم انها غير مقيمه مع الزوج. انا عايزه بقى اعرف الراي القانوني في الزوجه اللي تسيب البيت وتروح عند الاهل والاهل يشجعوها على كده وترفع كمان دعوى نفقه عنه. هو بس مبدئيا الراي القانوني والشرعي متطابقين في الموضوع ده. شرعا الولايه بتنتقل من الاب للزوج في مجرد ان البنت تتزوج. تمام. طب قانونا الماده الاولى من قانون الاحوال الشخصيه بينص بالنسبه لفكره النفقه. تمام. بينص ان النفقه بتوجب للزوجه من تاريخ العقد الصحيح وبمجرد انها سلمت نفسها ليه سواء حقيقه او حكما. طيب حضرتك دلوقتي بنت حضرتك، انا بضحك عشان حضرتك بتقول الولايه بتنتقل للزوج بعد الزواج، ولكن ده ما بيحصلش في الواقع دلوقتي. الاهل بيبقوا مقاولين البنات قوي. لا بس هي الواحد يعني احنا بنتكلم وفقا للشرع والقانون. فوفقا للشرع والقانون الولايه القانون في صفها، بس مش في دي. كل حاجه دي بدليل ان هي ما تقدرش انها تعمل حاجه لما لازم تاخد اذن زوجها في الاول. طب ما سابت له البيت. ما سابت له البيت فهي كده تعتبر في حكم الناشز. بالظبط. يعمل ايه؟ انذار طاعه. هو بيرفع بيعمل لها انذار طاعه. تمام. وان هي المفروض في خلال 30 يوم انها تدخل في طاعه زوجها او انها تبدي استعدادها للدخول في طاعه زوجها. تمام. طب انذار الطاعه ده يعني لو راح للزوجه على البيت رفضت ممكن ترفض الاستلام؟ ممكن ترفض الاستلام، بس دوت مش هيسقط مفعول حكم، مش هيسقط مفعول انذار الطاعه، لان انذار الطاعه العله عامه من الانذار القانوني او الاعلام القانوني هو معرفه الشخص اللي انت بتنذره او بتعلنه. فانا عرفت خلاص ان انا جالي انذار طاعه وان انا زوجي عايزني وانا رفضت الاستلام، وبالتالي انا كتب ان انا رفضت الاستلام والمحضر رجع لي بالانذار كده. تمام. قدامها 30 يوم تعترض وتبدي اسبابها على الاعتراض على الانذار ده.
طب هي ما أبدتش أسباب، ما اتخذتش أي وسيلة للرد على الإنذار ده، ولا حتى رفعت دعوة؟ يعني لو رفضت الاستلام وما راحتش، ايه اللي بيتطبق بعد كده؟ خلاص، هو كده الزوج بيعتبر الزوجة ناشز وبيرفع عليها دعوة نشوز. بيبقى ايه حكمها؟ يعني هي راح الدعوة والإنذار وما استلمتوش ورفضت. تمام، حكم الزوجة الناشز بالنسبة للنفقة الزوجية إنها مش هتاخد النفقة الزوجية بتاعتها لحد ما ترجع للزوج وتسلم له نفسها طوعية، تمام، عشان خاطر إنها تعيش معاه في طب البيت. إذا رجعت، يعني هي رجعت البيت، الدعوة النفقة اللي هي رفعتها دي بقى بتعتبر باطلة، أو ولا برضه بتفضل مستمرة فيها لو حبت؟ لا، هو إذا رجعت البيت وهو لسه لازال مستمر لا ينفق عليه، وعندها الشواهد اللي تثبت والقرائن اللي تثبت بيها ان هو لا ينفق عليها في المنزل، وان هي كانت سايبه له المنزل اساسا لعدم الانفاق، تكمل في الدعوه بتاعتها. طب لو ما فيش شواهد وما فيش دلائل وهو راجل كويس وزي الفل وبينفق، خلاص الموضوع منتهي، هي كده وكده هتترك الدعوه. عايزين بس نوضح للسادة المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا انه النفقة، الناس بتجهل معناها، النفقة دي ليها مسميات كتير، مأكل وملبس ومسكن. امتى الزوجة بترفع اجر مسكن، وامتى مأكل وملبس، وامتى الثلاثة مع بعض؟ ايه الشروط اللي المفروض تكون موجودة عشان تقيم هذه الدعوة؟ تمام، مبدئيا بس حابب اوضح الانواع كلها او جميع انواع النفقه اللي موجوده عندنا. تمام، نفقه غذاء اللي هي ماكل وملبس، ماكل ومشرب، ومسكن، نفقه مسكن، ونفقه ملبس، ونفقه ولاده، نفقه تمام، علاج، نفقه تعليم. تمام، يعني حضرتك بمناسبة نفقة التعليم دي هنتطرق ليها كمان شوية، لأن معانا مشكلة تخصها يعني. تمام، ونفقة صغار اللي هم طبعا أولاده وبناته أو كده، ونفقة أقارب، يعني ممكن الأم ترفع على ابنها نفقة، كمان والجدة ترفع على ابنها نفقة. طب دي نقطة الناس ما تعرفهاش. طبعا، والأب إلى آخره، يعني كل اللي محتاج إن هو شايف إن ابنه ميسور الحال ومحتاج منه نفقة وابنه ما بيدفعلوش، متاح انه يرفع عليه دعوة قضائية ياخد منه نفقة. هل يحق للزوجة بقى انها ترفع اجر مسكن وهي مش قاعدة معاه وسايبة له البيت؟ متخانقة معاه؟ كل حالة ولها اسبابها. لا لا، انا عايزة اعرف النقطة دي، كل حالة ولها اسبابها، بس امتى السبب اللي خليها ترفع اجر مسكن وهي مش قاعدة في البيت؟ هنعرض الحالات دلوقتي. اولا، لو البيت غير ملائم، بمعنى ان هي عايشة في بيت عيلة والعيله دي عماله تتدخل. اسمح لي، يعني هي من اول الجواز الزوج بيقول لها انت هتعيش في بيت العيله، تيجي بعد كده تقول له لا ما ينفعش واسيب البيت عشان بيتدخلوا والمشاكل والكلام ده؟ حقها لو هما العيله دي متدخله تدخل قوي وكامل في حياتها الخاصه، تقول له اجري مسكن بقى. بالظبط، لكن انا في بيت عيله، بس بيتي مقفول عليا وعيله زوجي دول زي الجيران بالظبط، وبيعاملوني بود وانا بعملهم بود، ما بيجبرونيش ان انا لازم اعمل حاجات معينه مثلا معاهم، او ان انا لازم يبقى بيتي مفتوح 24 ساعه 24 ساعه لاي حد فيهم ويطلعوا ويقعدوا ولا اخره. لا، الموضوع كده منتهي. لكن انا في عائلات بتجبر الزوجه ان هو لا، هي بتفضل 24 ساعه فاتحه بيتها، اخوه يطلع، مرات اخوه تطلع، ما اعرفش مين. في نقطه بقى حضرتك مش واخد بالك منها دلوقتي، انت بتقول ان هي ينفع ترفع اجر مسكن في حاله ان لو الاهل الزوج بيتدخلوا في شؤونها. بالظبط، تدخل مباشر، قاعدين معاه، يعتبر قاعدين معاه 24 ساعه. طب ما هو لما يبقوا في نفس البيت وعماره واحده كانهم قاعدين معاه. لا، ما هو في فرق، لو هي في شقتها وقافله على نفسها، قافله على نفسها بيتجسسوا عليها وبيعرفوا اخبارها. تجسس يعني، هو بيتدخلوا او بيقوموا الزوج عليها ويقولوا له لا ما خليهاش تعمل كذا، خليها تعمل كذا، يعني في تدخل من اي نوع ايا كان. هنا بينفع انها ترفع اجر مسكن؟ هنا بتطلب من زوجها اولا ان هو طبعا بتعرفه بالموضوع ده، تمام، وتطلب من زوجها. ما رضيش وما عندوش امكانيات تجيب شقه. لازم بقى قبل ما ترفع اجر المسكن تنذره، تبعت له انذار، انا دلوقتي المسكن ده ما بقاش مناسبني شرعا للاسباب الاتيه، وتعدد اسبابها، وساعتها من حقها تسكن بره وترفع عليه اجر مسكن، تمام، على اساس ان هي. طيب الاجر المسكن ده زي النفقه العاديه اللي هو بيتحكم بنسبه معينه من راتب الزوج، ولا بيتحكم ان يتوفر لها شقه ثانيه مسكن اخر؟ هو طبعا المفروض لو هو موفر لها او هيأ لها مسكن اخر، تمام، خلاص. طب لو ما وفرلهاش زيه زي النفقه بالظبط، تمام، على حسب يسار السوق وحالته الاجتماعيه، تمام، بيشوف لها مسكن مقارب للمسكن اللي هي كانت عايشه فيه في نفس المنطقه مثلا، نفس المستوى الاجتماعي، تمام، وده الاغلب اللي بيتحكم بيه.
وينفع طبعا الزوجة ترفع عجلة ماسكة وهي تركب البيت. وهي ترك لو تركها لأسباب مشروعة طبعا. نص الزوجات دلوقتي بيتركوا لأسباب غير مشروعة وغير معلومة. لا طبعا لو هي سايبة البيت لمزاجها لأي سبب كان، مش من حقها إنها ترفع أجر مسك. طيب احنا معانا مشكلة تانية حابة أعرضها برضه على السادة المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي. في زوجة بتقول إن زوجها بيقضي عقوبة في السجن 10 سنوات، ما قالتش الجريمة إيه هي، أنا معرفش طبيعة الجريمة، ولكن هي بتقول إن هي عايزة ترفع دعوى نفقة وهي رفعت خلع. اعتقد ان ده بيسقط حقها في النفقه الخلع يعني. المهم هي بتقول اعمل ايه، انا محتاجه فلوس عشان انا معايا اولاد ومش عارفه اصرف عليهم، وهي مش معاها محامي على حد كلامها. عايزين نوضح لهم النقطه دي. هو بس بالنسبه للسجن تمام، هي دلوقتي عايزه تاخد نفق من زوجها المسجون تمام، حقها طبعا. النفقه هنا نفقه صغار، اكيد. فالخلع لا يسقط نفقه الصغار. الخلع بيسقط ايه؟ بيسقط حقوقها الشرعيه. ايه حقوقها الشرعيه؟ في مؤخر الصداق والمهر اللي دفع مقدما، هي كده كده لازم ترده عشان تقدر انا تقدر. بتكلم كمان ان الزوج هنا هي بتقول ان هو مش بيشتغل يعني، ما عندوش اصل نفقه بتتحكم على حسب لو الزوج له عمل او دخل شهري او الزوج ممكن يكون في السجن بس ليه املاك بره. لا ملوش، يكون ملوش اي حاجه يعني، غالبا هو في مرتب ياخدوه في السجن بقى. ده اللي انا اعرفه، بس ما اعرفش بقى هيختص لها منه يعني، هيختص منه ولا لا. ولكن هي دي حقيقي فعلا المعلومه دي جديده على الناس. لا في مرتب بياخدوه في داخل السجن نتيجه الاعمال اللي هم بيعملوها تمام. هو بيخش بيتعلم حاجه فبيعمل شغل من جوه تمام، وبياخد عليه راتب، فهو ممكن يقتص من الراتب ده. طب يعني الافضل انك ترفع دعوى تطليق للضرر مثلا. ده بيختلف برضو. انا عايز اسال حضرتك يعني طبيعه الجريمه او السجن او العقوبه اللي بيقضيها الزوج في السجن بتختلف يعني. النهارده اي واحده زوجها يدخل السجن ممكن ترفع دعوى طلاق بسرعه وتطلق على طول، هو طبعا ولا ده بيختلف تبع لو جريمه مخله بالشرف مثلا؟ لا هو الموضوع كله اتربط في القانون عامه، في الماده 14 من قانون الاحوال الشخصيه، بان لازم العقوبه تبقى اكتر من 3 سنين، يعني 3 سنين واكتر تمام. ولازم يكون قضى منهم او نفذ منهم سنه على الاقل عشان تبدا تطلب دعوى تطليق اللي هي طلاق للضرر. لكن الخلع هي مش محتاجه تبدي كل الاسباب دي، بمجرد بس انها ردت له المهر سواء مسجون او مش مسجون بيتحكم لها بالخلع. يعني الخلع حاجه كده تكاوي زي ما بيقولوا، سريعه جدا تمام. تفتكر الخلافات الزوجيه اللي اكيد حضرتك محامي طبعا مر عليك حاجات كتير، الخلافات الزوجيه اسبابها او النفقه تحديدا بقت كتير بزياده النهارده؟ الستات بتحاول ترفع قضايا من النوع ده عشان تحسس الراجل انه انا متحيزه للراجل بالمناسبه. لا واضح. لا يعني ان انا اقدر اعمل واقدر اسوي وانا عندي، انت مش هتجيب لي كذا انا هرفع النفقه يعني، لازم تجيب لي يعني تجيب لي، لو ما كنتش هتجيب لي تهدده. في ستات كده زي الحاله، المشكله اللي احنا بدانا بيها الحلقه في يعني سابت له البيت ومشيت عشان ترفع نفقه عشان عايزه تعيش قراراتها بدماغها بحياتها واهلها مشجعينها على كده. في فعلا حالات كتير بتبقى بتلجأ للنفقه وبتلجأ لقائمه المنقولات بدون ما يبقى فيه داعي او مبرر. مبرر للموضوع ده نسبه كام في المية في رأيك؟ خلينا نتكلم على الحالات اللي اتعرضت عليا. 30% 30% منهم بالطريقه دي. طيب عايزه اقول لحضرتك كمان ان في حاجه، انت بتقول لي الستات كتير بتعمل النفقه بدون مبرر وبتحاول تفتعل مشكله وخلاص تمام، بس في حاجه غايبه عن ذهن الستات كتير جدا بتتفرج علينا النهارده، ان في حالات ما ينفعش الزوجه ترفع فيها نفقه زوجيه. انا هذكر لحضرتك مثال وانت تقول لي اذا كان في حالات تانيه غير اللي انا هقولها ولا لا، زي ان الزوج مثلا يكون عامل شهادات استثمار في البنك للاولاد او تامين على الحياه. مش دي حاله من الحالات اللي ما ينفعش فيها ترفع نفقه؟ هو بس اوضح حضرتك، حضرتك قلتي نفقه زوجيه، فنفقه زوجيه ملهاش علاقة بشهادات الاستثمار اللي هو عاملها للأولاد في البنك تمام. دي تخص نفقة الصغار، ودي نص عليها المادة 18 مقرر ثانيا من قانون الأحوال الشخصية، قال لك من لم يكن للصغير مالا فنفقته على أبيه.
وهنا بنتكلم طب انا دلوقتي حاطط لابني شهادات استثمار بمبلغ معين المبلغ ده بيدر له دخل شهري هو الوحيد اللي يقدر يحصل عليه وبتغطي نفقته وبتغطي مصاريفه. يعني مش ممكن الزوج يتحجج او ياخد دي ثغره انه يقول لا دي ما ينفعش انها تاخد مني نفقه لان انا عامل مؤمن مستقبل اولادي او اعمل لهم حاجه من النوع ده. وحضرتك لا ده حضرتك النفقه الزوجيه حاجه ونفقه الصغيره حاجه فهي هو عامل لاولاده هي زوجته طب هو بيصرف عليها بقى ولا يعني ولا حضرتك بتتكلمي في حاله بقى الاولاد اتطلقوا وهي عايزه الاولاد دي نفقه الصغار هو لو المبلغ اللي حاطه للطفل ده بيكفي حتى الطفل وفعلا الدخل الشهري بتاعه بينزل له هو في حسابه يبقى كده مش من حقها انها تاخد النفقه. لا طبعا طالما هو في مصدر دخل اخر للطفل الطفل منه بيقدر يصرف على نفسه مثلا برضو زي امبارح. طب لو المبلغ اقل وهي عندها ما يثبت ان طبعا المبلغ ده مش مكفيه وان الزوج يعني عنده حاله يسر اكتر من كده يعني عنده حاله يسر اكتر من المبلغ اللي هو جاي له من الشهاده دي لا من حقها طبعا ترفع. في نقطة جوهرية مهمة جدا ان في زوجات كتير جدا بياخدوا النفقة يصرفوها على نفسهم مش على الاولاد والاولاد تشتكي ان مفيش مصاريف بتتصرف عليه. تمام الموضوع ده حله ان هم الاولاد نفسهم يرجعوا على مامتهم يرجعوا مش ده حرام؟ مش حرام انها تاخد النفقة مش حرام ده فكرة طيب انا بعد الحلقة دي الناس هتراجع لازم لا لو في يقعدوا يقولوا لي انت مؤيدة للراجل بس فعلا في رجاله كتير الراجل النهارده مطحون شقيان انه يعمل بيت واسره ويفاجئ ويصدم بعد كل ده ان معاه انسانه شيطانه مع الاسف. ما هي دي بقى فكره يعني الاختيار الاول. لا ما هو في حاجات ما بتبانش غير بعد الجواز. ما هو ده بقى ويعني الراجل بيبقى محتاج ايه غير الكلمه الطيبه والمعامله الكويسه وحتى لو هو وحش وفي عيوب الدنيا يعني بتحاولش تصلح ليه؟ كان في مثل قديم زمان بيقولوه الاب يطفش والام تعشش بس ده مبقاش موجود دلوقتي. ده حقيقة مع الاسف. طب احنا معانا برضو مشاكل تانية انا عايزة اعرف برضو رأي حضرتك القانوني في راجل اتجوز واحدة ست ومن يوم ما اتجوزها وهي قاعدة عند مامتها رغم ان هو موفر لها مسكن الزوجيه بس تقول له لا انا بعشق امي ومامتي بتشيل لي الاولاد وانا بروح الشغل وشغلي جنب بيت ماما مش راضي تروح تعيش معايا في البيت دي تبقى يناشز يرفع عليها انذار طاعه؟ بيعمل لها انذار طاعه وبيبعتها لها لان هي المفروض ان الزوجه في مكان ما الزوج عايش بمعنى يعني انا ما ينفعش انا جالي شغل في السويس مثلا وانا اصلا انا بيت زوجتي في القاهره وده بيت ماما وهي مرتبطه بيه فمش هتقدر تسيب المكان ده وتيجي معايا. في ستات كده بتذبح القطه. لا طبعا اللي بيحصل ده زي ما اتفقنا في اول الحلقه مخالف للشرع وللقانون وبالطريقه دي هي ما تتجوزش احسن يعني تفضل بقى هتقول لك شغلي جنب البيت خلاص تفضل لشغلها وللبيت وكده اللي هو بتاع ماما. طب ولو الزوج قادر ان ينفق عليها وعايزه تسيب شغلها مثلا وهي مش موافقه؟ لا تسيب شغلها. افرض ان هي رفضت يعمل ايه قانونا هي رفضت لازم يبلغها بشكل قانوني بقى هنتكلم بشكل قانوني ينذرها بانها يعمل انذار على يد محضر يعني ان هو طلب منها اكتر من مره انها تقعد في البيت وتسيب الشغل لان ده اثر على مصالح الاسره وعلى مصالحه هو تمام ان شغلها اثر على البيت وعلى وضعه في البيت فبالتالي ان هي المفروض تسيب الشغل ده في خلال مثلا مده معينه. طب لو ما سابتش الشغل وبتخرج بمزاجها من غير اذنه بالظبط يبقى النهارده كميه ناس بتبعت لي رسايل انا بصحى من لهم ما بلاقيش مراتي في البيت. يبقى حضرتك بنرجع لمرجوعنا مع الماده الاولى من قانون الاحوال الشخصيه الست اللي تخرج من غير اذن جوزها دي ما تقولوش هي فين دي وقعها القانوني ايه دي انا عايز اعرفها. الماده الاولى من قانون الاحوال الشخصيه منظمها ان طالما خرجت بدون اذن زوجها تبقى ناشز. يعمل ايه بقى؟ ولو هي خرجت للعمل طبعا هو قايل الا احوال العمل. طب لو هي خرجت للعمل وهو رافض فكره العمل وهو بلغها اكتر من مره انها ما تخرجش، يعني القانون فعلا نصص كده بالنص على الحاله دي ولا ما تخرجيش وخرجت ناشز. طيب يبقى انذار الطاعه بقى وناخد دعوه نشور عشان يمنعها من الكلام.
معانا مشكلة سريعا برضو، رأي حضرتك فيها. مطلقة ومعاها بنتين، والأب شغال موظف أمن، بتاخد منه نفقة 600 جنيه في الشهر، مع العلم إن عندها بنت في المدرسة، والناس بيقولوا لها ارضي واسكتي بالمبلغ ده، مش هيطلع لك أكتر من كده لأنه مش موظف، والمبلغ ده مش مكفي البنت. نصيحة حضرتك إيه، تعمل إيه في الحالة دي سريعا قبل ما وقتنا قرب ينتهي؟ والله يعني طالما بتاخد نفقة رضائية يبقى هو ده مقدرة الزوج. لو هو راحت للقضاء ما فيش مشكلة، من حقها طبعا تروح للقضاء وتطلب نفقة، ولكن القضاء هيحكم على حسب بيسر الزوج. حضرتك بتقولي موظف أمن، فيعني ما أعتقدش إن يسر الزوج هيديها أكتر من كده، حاجات يعني بفرق بالغ يعوض الشرخ النفسي اللي هي تعمله للزوج وللأطفال. في برضو مشكلة تانية برضو، عشان حضرتك بعد المشكلة دي توجه نصيحة لكل زوجة بتبتدي رحلة النفقة الزوجية. بس بعد المشكلة دي، واحدة بتقول أنا محكوم لابني نفقة من 4 سنين، وتعبت عشان بابا ما بيدفعش إلا كل سنة كام شهر وخلاص. دلوقتي راحت بنك ناصر بكل الورق وعملت تحري من السنة اللي فاتت، ادوها ورقة تحري جديدة وكتبوا فيها عنوان بيت اللي في البطاقة، وعاوزين التحري قبل شهر القبض. هي استلمت شقة الزوجية من 3 أسابيع اللي هي عنوانها في بطاقته، وما تعرفش عنه حاجة طبعا، متهرب. لو عمل التحري على العنوان اللي في البطاقة اللي هو شقتها حاليا، يبقى ده تزوير من البنك ولا لأ؟ هو اصلا يعني التحريات مش هتتوصل لشيء، لان خلاص الراجل ساب المكان ده واتنقل بقى في مكان تاني. بس انا عايزه اوضح قبل ما نختم الحلقه، لان حضرتك هتوجه نصيحه دلوقتي لكل ست بتبدا رحله الحصول على النفقه الزوجيه. مش كل الرجاله وحشين ومش كل الستات وحشين، احنا مش بنتحيز لطرف على حساب التاني. يعني احنا مع ان كل واحد ياخد حقه بالقانون، وانا من هدفي من البرنامج انه الستات تبقى عندها الوعي القانوني، مش متفتعل المشكله من لا شيء وتخرب بيتها بعيد. هتوجه نصيحة عشان قربنا نختم؟ طبعا أنا أحب أقول لكل واحدة بتفكر ترفع دعوى نفقة بدون مبرر قانوني، إن البيت وقيمة البيت وقيمة إن أنت تعيشي حياة مستقرة أعلى بكتير من أي مبلغ أنت تاخديه من المحكمة أيا كان إيه هو. لكن إذا كان زوجك فعلا ما بيصرفش عليك وما بيصرفش على الأولاد، ده موضوع تاني، ونقدر إن احنا نروح للطرق الودية الأول، والمحكمة نفسها بتوجهنا إن احنا نروح للطرق الودية الأول في قضايا الأسرة عامة، قبل ما ناخد أي خطوة قضائية ضد الزوج أو الزوج ياخدها حتى ضد الزوجة. البيت قيمة بس كده. شكرا، اتشرفت بوجود حضرتك النهارده. انا كمان عايزه اوجه نصيحه لكل الناس اللي بتتفرج علينا النهارده، بيتك اهم حاجه في حياتك. لو اي خلاف حصل حاولي ان انت تحليه بهدوء، ولو كان الراجل مفتري فعلا لازم تاخدي حقك بالقضاء، ولو كانت مراتك مفتريه فعلا القضاء بتاعنا قضاء عالي وقضاء شامخ، ومفيش حد هياخد حقه غير بالقانون، لان احنا دوله قانون. عايزه في نهايه الحلقه قبل ما اختم اقول لكم ان انا عايزه اشكر محل عبد اللطيف للاقمشه الراقيه اللي معمول، اشتريت من عنده القماش اللي معمول منه ستايل لبسي النهارده. هو مش بس محل فيه اقمشه راقيه، لكن كمان محل فيه معامله راقيه وافضل الخامات باحسن الاسعار. اشوفكم على خير في حلقه جديده، موضوعات جديده واراء مختلفه من برنامجكم صاحبه راي. كنت معاكم ريهام تهام.